عدري صغير على فكرة. تخبوه ما عرفت اكسبره. لا 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 عفك بلاش 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 خويا لا بلاش عفك اسمح لي سير اخو خلي خلي هو الثاني هذاك بلاش عفك خلي ما تمشي دابا شكي دابا صبر خدوش خويا لاباس هاتك الصبر صبر اخويا صبر 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 يا شريف الله يحفظك شكرا قدمنا تحية من جديد متابعينا مشاهدنا الكرام فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه لما فر منها بطبيعة الحال يموت علينا حق جميعا ولكن الطريقة هي الخيبة ودي الله سبحانه وتعالى فهي مقبولة نتقبلها بصدرنا رحب يعني لكن شي كنشوف امامي وكتشوفوا معايا الام مكلومه ولد واحد اللي عندها غيمشي ليها فصعيب صعيب 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 الحال صعيب على هاد السيده صعيب على العائله ديال هاد السيده العائله ديال هاد السيد الله يرحمه صعيب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نيتو الشرقاوي الشرقاوي ولدي شحال في عمرو مسك عنده شي 31 30 عام ولا 40 31 باقي ولدي صغير ديالو في الجيب مفتوح عارفه لي السجاد انا سال لي السجاد لا ما عندوش 41 يعني باقي شاب ما عندوش 40 ولدي ما عندوش 40 31 عام 31 عام 31 عام 31 عام كنخدم على راسو انا قبل ما نجي عندك عاودوا لي قال لي هذاك الدري كنخدم على راسو مع شي ناس خدام مع شي ناس ديال السواق خويا شي 14 عام هذا وقف صيد مع الطفل خدام معاه يمشي معاه في السوق 14 عام وتمشي معاه في السوق تمشي معاه في السوق 14 عام وتمشي معاه في السوق قدرت انا مشى مع الربعة ديال الصباح واخا الحاج انا نعطيك امك الله شنو اللي وقع عليها الوالده اليوم شنو اللي وقع اليوم مع الصباح انا مع الفجر مع مشى وقع مع الربعة الربعة ديال الصباح مع الربعة ديال الصباح مشى حتى انا نتوضى الفجر حتى صاونا التليفون على ولد اختي كاين هنا في الدار هادي صاونا عليه التليفون قال لي شكون اللي ماشي شكون اللي ماشي مع الشرقاوي قال لي راه ماشي معاك اصحابو ماشيين معاه وبعد قال لي قال لي خدو جاجي قال لي الشرقاوي راه تعرضت لي اصابه تعرضوا لي اصابه قالك تعرضوا لي اصابه كاين في هاد الطريق هادي ديال المراطيه الطريق المراطيه هادشي اللي قال لي انا الشيء الخبر اللي جاب قالك تعرضت لي اصابه انا الاصابه ما عرفتهاش ولدي راه ما لاحق حد درويش ما تيقيس حتى حد اللي سمعت انا قبل ما نجيك انا بني ملال سولت قال لي ديك الوليد كان خدام على راسو خدام على راسو مات لي على راسو هادشي اللي مات بوا خلى عليك عدو عامين يتيم مسكين يتيم خلى عدو عامين ونف تما وانا قاعد عليه وتلحق جوجتو شي عامين هادي باش جوجتو وغادي السوق سايق الطوموبيل ديال صاحبو تيدي لي الخدامة تعرضوا لي قتلوا ضربوا بالرصاص ضربوا لي وليدي بالرصاص ضربوا لي وليدي بالرصاص قتلوا لي وليدي واش بغاو فيه مريضه شحال كان الاحساس ديالك من الداخل انا حاد شحال في العافيه في وليدي عارف شحال شحال حيا هذا بقيت مرخي عليا شنو عندك يا ودي هاكم غير وتعاشا خلوا عاد تعابين وبغيت انا نتزوج الحيمه وبقيت انا ولدي كوشو كوشتو فرحت بيه الساعه خدتو لي جوليد
وانت بغيتي الحق ديال ولدك يبان؟ بغيت حق ولدي يبان. اش دار اليوم تقتلو؟ ما دار لهم والو. ما كيتعارفش معاهم. ما تيتعاير، ما تيتخاصم، ما تيلحق حتى شي واحد. تايب ولا ما دوك زعما توضى وصلى ما يخرج، ما يمشي للحوانت، ما يمشي حتى يتوضى ويصلي، ما يفوتش عليه الوقت. ولدي مني كانت عنده 6 سنين وهو تيصلي. مسكين. اليوم جاتني الخبر ديالك على ولدك تعرضت ليه العصابة. واش عاود لك يا ولدي؟ اش عاود لك يا ولدي؟ اش كتقولي للناس دابا؟ حنا جينا. اش عاود لك انا ولدي؟ احنا جينا لحدا الشباب. شوفوا لك يا ولدي اش قاتلو؟ ما خدوش، حنا مع الجدامية، حدا الجدامية في ديك البلاصة، راهم خدامين، خدامين ياك، اشنو بغيتي تقولي لهم هاد الناس؟ وبغي يشوفوا لك يا مال ولدي اش قاتلو؟ مال ولدي ما غادي. هو تيبحثوا راه خدامين تيقلبوا. واش عاود لك انا هذاك الولد ديال الناس؟ عاود لك هذاك الولد اللي قاتلو لك انا؟ عندك الثقة في الناس ديال الجدامية ديال الدارك ياك؟ اييه. بغيتيهم ياخذوا الحق ولدي؟ بغيتيهم ياخذوا لي حق ولدي. هاد السياد ولا هاد الناس؟ اييه شوفوا لي حق ولدي مالو؟ تقتلوا غادي مسكين ما يتسوق، تيجري على راسه ولا مرته ولا مويته، قتلوا لي. قتلوا لي. قتلوا لي. مويته. قتلوا لي وليدي، قتلوا لي وليدي. جداهم ويمشي ياك. وانا جداهم موكو. ولدي مسكين. وولدي ولدي 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 ودري ويشو سقريتو وقربتو قريتو بقى ليا صغير، بقى ليا صغير، بقى ليا صغير، وداو ليا وليدي، قتلوا ليا وليدي. مسكين انا بني بلال باقي ما جيتش هنا، عاودوا ليا قال الله عمرها دار. ولدي ولدي الله عمرها دار، وقعد لنا خوالو وجبتو صغير. قريتو. خلي الحاجة تشد لك الميكروفون. خلي. لا وصلت. نسيتي مسكين صغير وتعاونتي مع بنيتك. صغير يا بنتي جاو لعندي. من اللي زاد الدري هو. تبارك الله. داو لي وليدي صغير. شنو الحاجة؟ باش كطالبوا؟ بغينا الحق ونشوفوا ولدي. ما عرفت ولدي ماش قتلوه. وما عرفت ولدي قتلوه. وما الغدا داير تحاول لي على وليدي، ما تيدير ما ينبش ما يغبش. ولدي خلى لي صغير يلا عدو عام. جا لعدي هو وامه. ومكبرتو وقريتو وبنيت لي عليتو وجوجتو. وجوجتو على صغير. وخطبت لي واحد بنت الناس لا عمرها دار. وانا ولدي وانا ولدي وانا ولدي الحبيب ديالي. والعزيز ولدي. شنو تقولي للناس ديال الجدارمية امي؟ الجدارمية تيقلبوا على هاد السيد. بغيتها حق ولدي، بغيتها ولدي، بغيتها. علاش قتلوا العديان؟ بغيتي حقه يبان. هو هي ولدي. اش قتلوا الحبيب ديالي يا خويا وليدي يا عزيزي. الله يصبرك امي. وليدي الله يصبرك امي. الله يصبرك امي. الله يصبرك. الله يصبرك. الله يصبرك. الله يصبرك. الله يصبرك. أقول خلى ليا ولدي ولا خلى ليا بنيا نشم فيها الريحة. الله يصبرك الله يصبرك امي. ولدي ولدي. إذا شنو نقول لكم؟ صعيب 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 والله إلا صعيب هذا الشيء. أنا تشوكيت والله العظيم. أنا يعني صدمة من أثار. بالنسبة لهذا السيد اللي توفى صاحبي راه خونا ومن عائلتنا. بابا حبيبي. وما نبغيوها حتى لواحد. لأن هذا الشيء داخل على المنطقة. ما يمكنش عصابة مسلحة بالسلاح اللي حنا كيفاش نقولوا تنسمعوها في الافلام وفي انهم يطاردوا واحد الانسان بوفري غادي خدام على راسه ويتيروا فيه بلا راح بلا رحمه بلا شفقه ويخليوا الناس حتى تشوف يعني لا حول ولا قوه الا بالله. عندهم واحد الانسان اللي كرسوا حياتهم كامله باش يكبروا ويشوفوا كيبغى، ويجي واحد عنده زيد ناقص يتيري فيه يقتلوا. علاش؟ الله اعلم. لهذا سنتمنوا ان شاء الله عندنا ثقه تامه في السلطات ديالنا وفي القانون باش يردعوا هاد المجرمين ويكون قدوه لاي واحد تخول له نفسه يجبد السلاح ويتيري بدون مراعاه. هات تشوف خلى دوار كامل، ماشي على دوار، احنا من جميع الدواور من اللي سمعناه احنا تاثرنا، ماشي عاك تيجينا من العائلة، وإنما تنشوفه الطريقة باش مات. راه ما يمكنش إنسان تخول لك السلاح وتيري في بنادم بحالك بحاله، هذا راه ظلم. لهذا تنطلبوا من السلطات تكتف البحث
وتجبد لنا هاد المجرمين وتاخذ لنا حقنا وتاخذ حق هاد الناس وحق ناس خريره ماشي غير هاد السيد، لان هادي راه عصابه مسلحه ماشي على فرد ولا جوج، راه ما يزيد على سته الافراد بطونوبيلتهم بالمسائل ديالهم. انا اللي تنأكد لك الامر، ليش تبعيني انا جيت صادق معاك ولا مع العائله كامله؟ ليش تبعيني هي حاجه من ديك البلاصه اللي كاينين فيها الجدامير انهم تيشتغلوا؟ لا احنا شوف، احنا ما عندناش ذره شك انهم ماشي خدامين، احنا تنشكروا كل مسؤول دير خدمته كل واحد، وتنتمناو يزيدوا يخدموا اكثر، لان الا قتلوا اليوم هذا السيد غدا غيقتلوا واحد اخر. احنا دابا احنا غاديين جايين في الشانطي، ما يمكنش مثلا احنا غادي مات الشرقاوي اليوم غدا يموت واحد اخر. هذا اللي صعيب، لهذا تنتمنوا من السلطات دير خدمتها وتردح على المجرمين، وراه ماشي غير هاد الناس اللي داك، راه كاينه السرقه بزاف، لانه تنتمناو يكتفوا ويديروا مجهودات ويديروا باراجات كيما الناس ديال زيدوح لحد التحيه للدارك الملكي ديال حد بوموسى، دير خدمته، دير باراج. هادو ديال القلعه راه ما دايرين لا باراج لا تشي، ولكن بلاتي بيني وبينك مثلا حد بوموسى تحديد ترابي ديال بني مناخنيق، وعلاش هاد الناس ما يديروش باراج؟ بقي بن صالح، يعني مشينا دابا لتحديد الترابي، حنا بالقرب من تحديد الترابي. انا ما تنهضرش على الدارك ديالنا، الدارك ديالنا داير باراج ديال، ولكن الناس ديال القلعه راه ما دايرينش حتى باراج. تتشد تقول ملي تخرج من التراب ديال بقي بن صالح حتى القلعه، تتلقى الطريق الرئيسيه ديال مراكش عاده تصيب البراجات، من تحت الطريق الرئيسيه راه ما كاين حتى شي باراج. المشكله حنا كاع بحديدنا وتنمشي، الطريق اللي دزنا منه دابا لا بولا لا والو، وتقول يعني راه علاش هما راه بامكانهم يديروا الطريق الرئيسي ولكن تيختصروا، لان هنا قريبه قريب البروج، قريب تيدوز السويت تيخرجوا من وسط الدواور تيخرجوا للقلعه. لهذا تنتمناو ان شاء الله من السلطات توفر لنا الامن، حنا كيف تنقولوا تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله، والامن نتمناو يخدم ويزيد الخدمه ديالو، يحافظ على المواطن ديالو، يزرع الامن. لا بنادم ولا خايف انه يخرج رزقك هو اللي تيخايف عليه، راه ما شتلكش. دابا المشكل ديال التجار دابا ديال المنطقه، والتجار دابا الشرقاوي مسكين الله يرحمه كان خدام مع تجار في المنطقه. طبيعة الحال دابا انتم تنوضوا مع الربعه الصباح غتولي خوفان. طبيعة الحال، علاش غنخاف على راسي؟ معك فلوس معك مشكل. واش خاصنا احنا دابا ولينا في بلاد سايبه ان خاصنا نتسلحوا عاد نخرجوا؟ صحيح، خاص الدوله توفر لنا الامن وتحضر السلاح راه ما يمكنش، لان احنا عارفين الشعب ما واعيش، غادي نوض مثلا اللي ناض تحتو سلاح راه غادي بينك وبينه واحد السلتفاهم تنوض تيري فيه، لا راه ما خدامش. لهذا تنتمناو حق هذا السيد ما يضيعش، وهذه راه الام ديالو وجداه راه رباه وتقريبا راه كرست حياتها ما تزوجتش عباش باش تعوض الولد ديالها، وماشي ضرب 10 مثلا 30 عام على ود داك الوليد باش تشوف حياتها فيه، ويجي واحد ما ساوي حتى ريال ويقتل ياولد. هادشي اللي غادي نقول، وتحيه للدارك الملكي ديال حد بوموسى، وتنتمناو كاع الدارك يدير خدمته، والله يعز سيدنا، ونتمناو كيف تنقولوا يديروا واحد الالتفاته في هاد النواحي ديال بني ملا الاخرين، لان الشباب ديالهم ضايعين معنى الكلمه. الناس كيف تنقولوا بوفريه، ما خدامين ما والو، يوفر لهم فين يخدموا باش يحاولوا يبعدوا على الاجرام وعلى بزاف د الحوايج. هذا مكان، وهذه راه الزوجه ديالو. اول حاجه ما تبينش، ماشي مشكله نبينوا الام ديالو وهضر عليها، ماشي مشكله. يلا خذي اختي، ماشي مشكله، عظم الله جاك، الله يسلمك. شكرا لكم اللي هضر بنتي. عافاك كريس، عافاك ابو عافاك، خذ لي اختي قربي لك الميكروفون شويه. يلا تزوج. عامين ونص. عامين ونص مشاو خلاني وحيده. باش كطالبي اختي العزيزه؟ كنطالب بالحق ديالي، كنطالب بالحق ديالي، كيفاش يقتلوا لي راجلي زعما يضربوا بالقرطاس؟ واش هاد البلاد سايبه؟ واش هاد البلاد سابت يقتلوا يضربوا بالقرطاس وكاكا مع الفجر يضربوا بالقرطاس مع الربعه؟ واش هاد البلاد سابت؟ واش هاد البلاد سايبه؟ راه ما بقى لا مخزن لا والو. واش هاد البلاد سابت؟ ما كاينش المخزن، مني كاين القرطاس وكاين هادشي في بلادنا، راه ما كاين لا مخزن لا والو، ما كاين لا مخزن لا حتى شي حاجه. وكنشوف هذا اللي قتلو ولا اللي تيرا فيه، ويلا كان تيسمع ليا ويلا شاف هاد اللايف وكنقول يا حليلي ما سمح لك والو، وخدا قدام الله شدك بالشفار عينك ما سمح لك والو، كيما فرقتيني على راجلي وخلاني وحداني ما سمح لك والو، وخدا شدك بالشفار عينك ما سمح لك والو.
ربي. عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. الله يصبرك، الله يصبرك.